35 امرأة من الجنسية النيجيرية والأريتيرية كانوا تحت قبضة تنظيم الدولة الإسلامية داعش في مدينة سرت، حيث تم تحريرهن مؤخراً من قبل قوات البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية. أول ما طلعنا من الحرب اللي كنا فيه من حياة داعش لما وصلنا على الدولة الليبية يعني كنا كويس، يعني عايشين حياة طبيعية من اللي كنا عايشين فيه، والحمد لله كويسين كمان، يعطونا الأكل ومويا، يعملنا أي حاجة اللي إحنا تو الحمد لله. هم قالوا إن شاء الله تطلعوا على الدولة الأمريكية، يعني فتحنا اللي كنا نبيه إحنا صرنا. كيف كانت حياتكم مع داعش؟ مع داعش كانت حياة صعبة، واحد يغيرك لرجال تاني، التاني يبيعك، يعني زي الحاجات تنباع وتعطي هدية، يعني حياة اللي كنا عايشين فيها هذا اللي من رجال لرجال تاني، هذا ذات بيك حياة نحنا مو كنا دايرين، لو أبينا كمان يضربونا، حياة اللي كنا عايشين فيها كانت سيئة عن جد، لكن الحمد لله طلعنا هنا بس. وقامت مؤسسة الإصلاح والتأهيل بمدينة مصراتة بتسليم هؤلاء النسوة إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع الهلال الأحمر فرع مصراتة لإعادتهن إلى دولهن. نحن اليوم الحقيقة في عملية تكاد تكون نقول عنها أننا قد كللت بالنجاح، وذلك بإتمام الإجراءات النهائية للجنسيات الإريترية والنيجيرية، حيث يتم اليوم تسليمهم إلى منظمة الهجرة الدولية بعد كل هذه المساعي وبعد ما قدمه الهلال الأحمر منذ 4 أشهر من دعم لوجستي تمثل في أغذية وأغطية وأدوية وكذلك دعم نفسي للنزيلات الموجودات في هذا المكان. الحمد لله نحن بتعاون مع السلطات القضائية وكذلك منظمة الهجرة الدولية اليوم تمت هذه العملية والحمد لله. وهذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، حيث تم تسليم طاقم تمريض فلبيني كانت أعدادهن 7 نساء أصغرهن طفلة بعمر 10 سنوات إلى المبعوث الخاص للحكومة الفلبينية في شهر شباط فبراير الماضي.